الآن في مركز أعزاز للرعاية الصحية الأولية، يغطي هذا المركز مدينة أعزاز وما حولها، والمركز يعمل منذ 4 سنوات. يحتوي هذا المركز على 6 عيادات، عيادة سنية عدد 2، عيادة داخلية، عيادة أطفال، عيادة نسائية، عيادة ختان أطفال، ويحوي أيضا على عيادة معالجة اللاشمانيا، كما يحوي المركز على صيدلية توزع الدواء المتوفر مجانا. في مركز أعزاز للرعاية الصحية الأولية، العيادة السنية الطبيب زكريا أيوب أخصائي طب وجراحة فم وأسنان. تطوعنا في المركز من فترة ليست بقليلة، تقريبا حوالي السنة. منقدم خدمات للناس العامة، خدمات بين العيادات الداخلية وعيادات سنية وظهور أطفال، وفي عنا صيدلية الحمد لله رب العالمين، أو عيادة نسائية. حاليا منقدم خدمات لجميع الناس العامة بأجور رمزية. نحن حاليا لا نخضع لأي تمويل سواء داخلي أو خارجي، ولا نتبع لأي جهة سياسية أو جهة عسكرية. مضمون.